إذا نستضيف مصطفى بريري رئيس أمناء العرايش عبر العالم بمناسبة حفل اختتام مونديالتو العرايش نسخة 2021. تفضل سي مصطفى. كنشكر أولا أمناء على الوقوف ديالو من بداية مونديالتو حتى من آخر ديال مونديالتو، يعني نقولوا هذا المونديالتو حتى خرج الوجود، يعني حتى احتفل كما كيعرف العريش، يعني كانت النهاية ديالو ما بين أمل الباركي والوفاء واللي كانت فازت به الباركي. نعم، شنو وجدتوا بالمناسبة هذا الحفل الاختتام؟ هذا الحفل الاختتام ديال المونديالتو كان مبرمج في يعني بعد نهاية المونديالتو، ولكن كانت نظرا للوباء ديال كورونا تأجل حتى إن شاء الله تفتح الحدود، لأن كنا كنحرصوا على الحضور ديال الأغلبية ديال الأمناء والتواجد الجالية، وكما كتشوف الحضور هو باين إن شاء الله. بالنسبة للجوائز كانت قواعدنا شي جوائز نظرا كانت الظروف ديال الوباء، إحنا باش نقدموهم الفرق الأربعة فازت بالنسبة للفرق المشاركة كذلك عطت الجوائز ديالها، وهذا ما كان لأن كنا وعدناهم خصنا نكملوا على العهد ديالنا. نعم، بالإضافة إلى تكريم بعض الوجوه الرياضية المعروفة بمدينة العرايش وخاصة بالنسبة للمهجر، يعني شنو يمكن تقول لها التكريم من التكريمات يعني اللي هي رمزية هذه السنة في الإنجازات بعض الأطر الرياضية وال التكريم غادي يكون في 2023 غادي يكون ديال مصطفى الصحراوي، دابا اللي عندي من دابا يعني سنة اللي غادي يكون إن شاء الله في المقام ديال اللاعب الحارس ديالنا مصطفى الصحراوي. نعم، شنو هي الرساله اللي كتوجه امناء العرايش في العالم على الالتفاف والتضامن ديالهم من اجل خدمه الرياضه مدينه العرايش؟ بالنسبه للاول بعدا كنشكر اول كذلك التنظيم ديال لارا سيتي اللي كانت تنظم الدوري المدير ديالها الاخ اسامه، وبالنسبه للامناء كذلك كنشكر الامناء كاملين والطر الرياضيه والتقنيه اللي ساهمتوا بالنسبه للجنه التحكيم اللجنه ديال اللي كيحصلها الباك ديال اللاعب وكذلك البقالي ورضوان الحداد، كنشكروا الجميع والفرق اللي شاركت والصحافه ديالنا كامله اللي تواكبتنا طيله هذه المده ديال المونديالتو، وان شاء الله المونديالتو المقبل الدوري لماذا سمي بالمونديالتو، وهذا هو الاهم اللي خصك هو يعني المساهمه العريشيين عبر العالم، هذا هو دوري ممول، كاين عريشين امريكيين فرنسيين هولندا، يعني هذا هو. نعم، هذا سمي دوري مونديالتو. تبارك الله عليك، ما تبقاش عليك، انا باقي تابعك مهمات اخرى ان شاء الله.